وصار عندنا كمواطنين وكناس نريد نخدم بلدنا صار عندنا امل. اليوم راح اكشف لك اخطر ملف الى شخص واحد. اخطر ملف شخص واحد انسان عراقي واحد يدعي التجارة مهرب خارج العراق 760 مليون دولار كاش. 760 مليار 760 دولار مليون مليون دولار كاش مليون كاش. مليون دولار شلون؟ نعم وبالوثائق وبالأدلة وبالفواتير وبالحوالات الصيرفية وبشركات التحويل الصيرفي وفواتير كلها جاهزة قدامي وبوثائق رسمية أستاذ نجيم ومسجلة وموثقة ومختومة من الدول المجاورة دولة المملكة العربية الهاشمية الأردنية. وأنا قبل أيام رحت للمملكة العربية الأردنية الهاشمية والتقيت بالشخص زودني بالوثائق الرسمية ومختومة طبق الأصل وعندي قد هاي الملفات اثنين كونتينر حاويتين مال ملفات حاويتين ملفات وأنا مستعد هسه أدخل لك بيهن تفصيليا وحدة وحدة. أولا أنت من الذي تقصده هذا الشخص اللي هرب 760 مليون دولار لوحده؟ زين ذلي المهرب اللي عجقد عده فلوس. أنا جايك هذا الشخص الاسم الثلاثي واللقب ناطق موسى فارس الجبوري صاحب شركة أنوار الفارس اللي هاي الشركة تعمل بالأنابيب والأنابيب الصحية مبور مال مي حنفية دوش. هذا الرجل شوف الغريبة بالأمر الشركة أسست من 2008 إلى هذا يومنا. من 2008 رأس مال الشركة رأس مال الشركة أستاذ نجم مليون دينار عراقي. زين مليون دينار عراقي أستاذ نجم شوف المفارقات. أي. من 2008 إلى 2011 الشركة خسرانة ومسجل الشركات موجود والضريبة موجودة والجمارك موجودة. زين بكتاب رسمي موجود من مسجل الشركات هاي الشركة خسرانة 3 سنوات خسرانة. طيب من 2011 إلى 2012 الشركة ربحانة 300 ألف دينار عراقي. من 2013 إلى 2014 الشركة خسرانة 600 ألف دينار عراقي. زين من 2014 لل 16 الشركة ربحت 900 ألف دينار عراقي اللي وراها صار زيادة رأس المال الشركة 250 مليون دولار دينار.